نخدموا راسنا. بالنسبه شحال دابا انت في ميريا؟ 10 سنين. 10 سنين 10 سنين يا والله الا صاحبي غادي تقول لي يا صاحبي شي 4 سنين ولا شي 4 سنين تبارك الله. 10 سنين يا 10 سنين واش جيتي قرعه ولا زواج ولا جيت قرعه يا اللوتري، جيت قرعه انا بحالي بحال تقريبا نص ديال المغاربه اللي هنا تقريبا، ماشي كلشي ولكن راك عارف كي اللي جا دراسه كي اللي جا قرايه كي اللي جا. والله الا برافو عليك والله الا دري زويون. يعني شوف انا قليل اللي كتلقى شي واحد هنا في ميريكان كيدير شي فيديوهات زويونين والضحك النشاط. يعني انا راه كنشوف الستوريات اللي كدير، يعني ديما كتحاول تشرح لهم شي حاجه جديده، نصائح زويونين. المهم بالمناسبه الدراري كاع اللي متابعيني هذا الدراري زويون ديروا له ابوني على حسابي تابعوه، راه ما غنخيب لكمش. ما كان والله ما كنقولش انا الناس دخلوا عند هذا، ولكن لا لا عارف ليك راه كنشوف كلشي والله الا عارف ليك. انا خويا سكين الله يحفظك خويا امين تبارك الله عليك. حنا كاع اللي كيدير محتوى زوين ما كنكرهوش بنادم يدخل عندهوش، فهمتيني ولا لا؟ تماما تماما الله يحفظك اخويا امين. كي دايره المعيشه في بوسطن؟ كي دايره المعيشه تمايا في ماساتشوستس؟ خويا غاليه بزاف، غاليه 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 بالنسبه للكرا، بالنسبه لاسيرونس ديال الطوموبيل، بالنسبه لاي حاجه خويا غاليه هنا ما نكذبش عليك. واخا المينيموم ويج طالع ولكن راك عارف 10 سنين وانت فيها ولا كنت في شي ولايه اخرى؟ لا جيت في بوسطن، نيشان في بوسطن، لحيت خويا تا هو كان جات فيه القرعه قبل مني بشي 4 سنين، جات هو قرعه جا لبوسطن فهمتي، هو اللي استقبلني. راك عارف ملي كيكون عندك خوك في شي ولايه ضروري غتقصدها هي، ما يمكنش تمشي لشي ولايه اخرى، واش فهمتيني ولا لا؟ تماما فهمتك. ودابا يعني مازال ريح انت والاخ ديالك؟ لا خويا تزوج تحول لواحد الولايه اخرى في نيو هامشير. كتعرف نيو هامشير راه قريبه لينا شي 1 اور اواي فروم عزيز عليا نيو هامشير اصاحبي. زوينه تما طبيعه العباد عندكم تما، ما خليت حتى شي ولايه صاحبي. نيو هامشير من احسن الولايات عندك، هي فيرمونت من احسن الولايات عندي في امريكا. فهمتك يا معاك الحق، بيس تما الناس ظريفين اصاحبي ومتواضعين، وما كاينش حس ديك العنصريه وداك الشيء والو نهائيا تما. صح علاش ما تحركتيش تمايا والبرد وقال لي خويا؟ دابا انا الخدمه ديالي كتغرغم علي انني نبقى هنايا في بوسطن، واش فهمتيني داك الشيء علاش؟ تماما. وبالنسبه للخدمه شنو عندك في الخدمه امين؟ شنو كدير في الخدمه ديالك؟ خويا باش يلاه جيت ما كتبش خدام في هول فودز ماركت. شحال المده؟ شحال مده؟ شي عام بحال هكاك. صافي هي فاش بدات هذيك اوبر وليفت بداو هنا في بوسطن، يلاه بداو ديك الساعه بديت معاهم خدمت معاهم ديك الساعه، وكانت الفلوس الصراحه كانت العاقه الصراحه ديال بصح شي الله بداو الهول فود. ديليفري ولا خدام في الوير هاوس؟ لا كنت هول فود في السطور. اها كنت هول فود في السطور في بريبر فود فهمتي. مشي الله جا خوك راك عارف ما كاين لا لونغ لا والو، كنا كنغسلوا الماء على خويا سفي الله الا بدينا وبدينا بغسيل الماء على خويا ما كذبش عليك وما نعيق عليك ما والو، واش فهمتي؟ انا الصراحه كنقول لاي واحد بديت بغسيل الماعن جيت راك عارف ما كاين لا لونغ لا والو، جيت كنغسل الماعن يعني هادشي 10 سنين كنقول بحال هكاك دابا. شحال دوزتي ديال غسيل الماعن في البدايه ديالك في امريكا؟ شي 6 شهور بحال هكاك. واش ما لقيتيش واحد مثلا يديك لشي خدمه حسان ولا يقول لك مثلا؟ ما نكذبش عليك اخويا السفيان، انا داك السطور ديال هول فودز ماركت الحاجه الوحيده باش تقدر تبدا تخدم معاهم هي تغسل المعلم، ما كانش لونجلي. ما بغيتش نخدم في الدانكين دوناتس ولا نخدم في ستارباكس ولا نخدم في شي ستور بحال هكايا ديال صابواي ولا تشيبوتلي، واش فهمتيني؟ نبدا قطع 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 يعني هذيك الستور ديال هول فود. يعني ديك الساعه كانوا كيخدموا فيه غير المراكنه تقريبا، 10 سنين دابا كانوا كيخدموا فيه غير المراكنه، العرب قليل. كان خدام فيه واحد المغربي هو اللي دخلني ليه، واش فهمتي؟ ولكن قال لي غتصبر غتبدا بغسيل الماعن واحد 4 شهور بحال هكاك وغتدخل معاهم، واش فهمتي؟ ولكن الصراحه ما ندمتش على ديك التجربه ما نكذبش عليك اخويا سفيان. لحيت كان فاش سالي شي 6 شهور شنو درتي مورا؟ ديك الساعه بديت خدام معاهم في ستور يعني خدام في الديلي، واش فهمتي؟ يعني خدمت في الفرونت هذيك الشيء باش اميليوريت لونجلي ديالي صراحه. قال لي راه تمشي تخدم في الدانكين دوناتس ولا غتمشي تخدم في شي ستور ديال العرب ديال الحلال ولا شي لعيبه، قال لي راه ما غتعلمش لونجلي نهائيا. قال لي احسن حاجه هاد ستور كيخدموا فيه غير المراكنه غتبدا غتعلم. ودابا الصراحه اخويا سفيان ضربش عام بحال هكاك تعلمت لونجلي، والله ما نكذب عليك معلم برافو عليك. كيفاش جيتي لهنا يقول لي ما كانت عندك لا لونجلي حتى شي حاجه؟ والو ما كذبش، عييت عيا معايا الخوادري قرا لونجلي في المغرب قرا لونجلي، راك عارفنا حنا راسنا قاصح. تنشي تما تنمشي تما تنمشي تما وندمت والله. يعني نصيحه من هذا المنبر الناس اللي غادي يجيو
خوتي الا جات فيك القرعه قرا لونجلي وحق الله العلي العظيم راه والله ما غتندم. رامي غتجي ما قاريش لونجلي غتحس براسك بحال شي واحد يلاه نازل في واحد الكوكب ما عارفش شنو طاري ما عارفش شنو جاري تبغي تسول شي واحد ما عارفش شنو غتسولو يعني كيفاش غتوصل له بغيت تمشي لشي بلاصه كيفاش غتبغي تقضي شي غرض لما واش فهمتيني ولا لا؟ يعني قراو لونجلي راه دير حاجه اللي اول حاجه خاصك ديرها في حياتك ملي تجيك بعد القرعه اول حاجه دير في حياتك هي قرا لونجلي هذه هي النصيحه اللي ننصح اي واحد انا. تماما برافو عليك. وبالنسبه وفاش ساليتي ديك 6 شهور ديال غسيل الماء شنو كانت الخدمه ديالك من بعد منها؟ من بعد ما خرجت من هول فود ولا من بعد ما من بعد ما خرجت من هول فود بديت في اوبر نيشان اوبر واش اوبر ايت ولا الاخر؟ لا اوبر درايفر اصا اوبر درايفر وليفت درايفر ديك الساعه كانوا يلا بداو اخويا سفيان وعرفتي شحال كانوا كيديروا لنا كانوا كيديروا لنا 60 دولار 50 دولار للساعه اخويا سفيان والله يملك دابا راه باقي عندي الارنين باقي عندي كل شيء يعني كانوا كيديروا لنا 60 دولار 50 دولار وشنو الريكوايرمنت دير وان تريب بير اور تخيل دير تريب وحده في الساعه فقط تاخذ 50 دولار حق الله العلي العظيم اليوم كانوا ما كيربحوش باغين غير كانوا باغين اكزاكتلي غير شهروا راسهم كانوا باغين يشهروا وداك الشيء راه راك شتي فين وصلوا دابا واش فهمتيني هي مات اخويا سفيان اللي فت كان داير المونتاج بالغوص لقدام في الطوموبيل بايت بشات صويره هذوك اللي والله لو برافو عليك وفاش جيتي لميري كان اخي امين شحال كان في عمرك؟ كان في عمري اخويا 24 عام ويلي كنت صغيرة صاحبي نتايا 24 عام دابا راه 35 ويلي اصاحبي والله الا شي 27 ولا 28 عام دابا ويلي اخويا والله الا تهضر معاك بالساعة الله يعطيك خويا سفيا الله يكبر فيك وشحال دوزتي معاهم يعني مع ديال الديليفري كايا والطانوبيل ولا يعني خدام راسك شحال دوزتي؟ اوبر يا اوبر دابا شي 9 سنين وانا معاهم بحال هكاك ومازال لحد الان دابا مازال لحد الان يا واو اقدم واحد في اوبر واقيلا شحال عندك شحال عندك من 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 تريب عندك في البروجرام من تريب بلاتي نشوف لك ولا غادي نشوف شحال من واحد دا معاه ولا شحال من توصيل هذا بلاتي نشوف لك شحال من تريب تبارك الله صاحبي عرفتي 9 سنين وانت خدام راسك ما خدامش معاك لا مود الصراحه والله الا صافي بزاف برافو علي وخصوصا تما عندهم في ماساتشوستس تما كاين عندهم الخدمه في هادشي ديال الديليفري عندهم بنادم الخدمه موجوده هنا راك عارف مع الثلج فين ما كتكون شي ولايه فيها الثلج عرفها راه محرر واش فهمتيني ولا لا الثلج خاصك شي طوموبيله ديال الاس يو في ولا شي حاجه عاليه باش ضروري تكون شي اس يو في الا كنتي باغي تخدم في الثلج اما انا الصراحه ما كنخدمش في الثلج اخويا سفيان كنريح ما نكذبش عليك يعني كنحاول نمشي للمغرب ولا شي لعيبه واش فهمتيني ولا لا تبارك الله والله اخويا سفيان سميتو الاب ما بغاش تحل لي هنا مع التليفون داير فيه اللايف خصني نخرج ونمشي ليه كل شيء غتكون اكثر من شي 5000 اكثر لا اكثر من 5000 كثار انت فين 5000 كثار بزاف كاع كثار غادي نسولك اخي امين دابا انت تبارك الله يعني خبير في هادشي ديال اوبر وهادشي ديال الديليفري نعم خويا دابا في نظرك بنادم يقدر يجي من المغرب ويبدا يخدم هاد الخدمه هادي ويعيش بها تعيش بها الصراحه يعني ما كيدخل يعني واحد المدخول قار في الشهر ويعيش به مزيان ويعاون حتى والديه في المغرب تعيش بها وتعيش والديك وتعيش مرتك وتعيش ولادك تعيش كلشي كذبش عليك اخويا سقيان كذب عليك بزاف مثلا شحال الناس كيديروا ما بينه وبين الافرج الافرج هنا في بوسطن عندك القليله دير واحد 1000 ويك القليله هذه كنقول لك 1000 دولار في الشهر 1000 دولار في السيمان 1000 دولار في السيمان يعني على الاقل ما بين 4000 حتى 5000 المهم 4000 5000 في الشهر ديرها حيت كيعطوك واحد البروموشن كيكونوا زايدين كيطلعوا لك هما الصالير واش فهمتيني ولا لا كيعطوك بحال قلتي الا درتي واحد 40 تريب ما بين الاثنين والخميس ولا 80 تريب ما بين الاثنين والخميس غنزيدوك واحد 200 دولار هي 200 دولار زايده ولا درتي واحد 90 تريب ما بين الجمعه للحد كنزيدوك واحد بحال قلتي 300 دولار 200 دولار كل مره البروموشن اللي كيعطوك يعني هذيك كتزيد تطلع لك السالير واش فهمتيني تماما فهمتك هذه فايت شفت هذا البلان هذا وبالنسبه مثلا يعني الدراري اللي كيجيو جديد بعد ما انت درت تبارك الله درت شي 10 سنين في امريكان الدراري اللي كيجيو جديد مثلا شنو تقدر تنصحو يعني انت شي حوايج يلاه اكتشفتيهم وتمنيتي ديرهم فاش يلاه جيتي القرايه الصراحه اخويا سفيان ندمتي حيت ما مشيتيش للقرايه ندمت علاش ما قرايتش فاش يلاه جيت صراحه وانت دابا راك مازال صغير اصاحبي راك شتي والله
معاك الحق اخويا سفيان، ولكن كتلقى 60 عام وباقي كيقرا، ولكن الراس ديال القرايه مشى اخويا سفيان. والله ما نكذب عليك، ما كرهتش ما كرهتش. يعني بحال شنو اللي ندمت فيه من غير القرايه؟ القرايه والخدمه ما جمعتش راسي، كنت كتخسر الفلوس. كنت كنخسر فلوس اخويا سفيان، ما كذبش عليك. يعني ما جمعتش راسي انا، القليله القليله خاص تكون عندي واحد الجديوره هنايا. والله ما نكذب عليك خويا سفيان، وكان كان 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 كانوا كان كان سميتو كانوا لي زابارتمون رخاص هنايا شحال هادي، واش فهمتيني ولا لا؟ اللي جيت فيها تماما لو بقيت اللي جيت كان رخاص، القليله تكون عندي واحد جوج ديوره. دابا ما بقيتش عطى الطوموبيلات، طوموبيله طوموبيل، وخسر الفلوس. هبط المغرب، كنت كنهبط 6 مرات في العام اخويا سفيان، والله ما نكذب عليك. ويلي يا صاحبي، ما عندي تيكيتات كلشي الوجه. كتجي لهنا كتخدم شويه تجمع شي بركه كتهبط تخسرها كامل. ضربت، تخيل ضربت 3 سنين اخويا سفيان، من بعدها وليت غادي جاي للمغرب طرطق. الفلوس اللي صورت كنديهم معايا، ما بقيتش باغي نخدم. تبليت بلاي ستيشن كول اوف دوري حتى هي، تبليت بها وليت عاطل البلاي ستيشن ما بقيتش كنحبس منها نهائيا. يعني ما جي لهنا ما كتفكر لا في ولاد لا مستقبل لا دار ولا والو عايش. صراحة كنت كنخربق الصراحة، وندمت على داك الشيء الصراحة، واش فهمتي؟ حيث لا فوقاش ينفع الندم. تماما، فوقاش ندمتي؟ واش تدس واحد 8 سنين 9 سنين شنو؟ دس واحد 7 سنين بحال هكاك وندمت الصراحة. ولكن تما راكينين المغاربة عندكم بزاف، يعني ما كاينش شي مغربي تيقولك امين. اجمع راسك اصاحبي، كيقولوا لي شحال من واحد هضر معايا امين هادشي كدير فيه، ما خدامش، اجمع راسك، خدم صغرك باش ترتاح بكبرك. ولكن ديك الهضره راك عارف اخويا سفيان، احنا ما سمعناش من والدينا، ما سمعناش لا وغتسمع من البنات. الهضره كانت كتدخل من هنا وتخرج من هنا، واش فهمتي؟ والله الا بالرجوله معلم. وزيد شنو شي نصيحه يا بنادم ما يديرهاش؟ نعم اخويا سفيان، تقطع شويه الرايز وما سمعتكش مزيان. قلت لك ما تقولش لي النصيحه الاخرى اللي ندمتي وما بغيتيش الدراري يطيحوا فيها. كتسمعني امين ياك خويا؟ اللي ندمت عليهم حاليا اللي من غيرهم راه ما ندمتش على حتى شي حاجه اخرى، هي القرايه كما قلت لك، وما جمعتش راسي الصراحه، هما هادو هما الحوايج اللي كاينين. ولونجلي هذه حاجه حتى هي اللي ندمت عليها، ما قريتهاش في المغرب. وواحد الحاجه اخرى، ما جبتش معايا اخويا سفيان شي صنعه من المغرب، كالحلاقه كميكانيك، شي ديبلوم ديال الميكانيك. يا دابا انت كنت واحد الانسان في المغرب ما مسواق، جات فيك قرعه جاي ما عندك لا مع لونجلي لا غير كتخدم وتخسر الفلوس وغير عايش. ما نكذبش عليك اخويا سفيان، كنت في المغرب انا كنت كندير، اول حاجه كنت كندير كنت كنبيع ونشري في التليفونات في المغرب. يعني كنت كنبيع ونشري في قريعه درب غلاف، بالنسبه لاصحاب كازا راه يعرفوا هذه المناطق. سميتو كنت كنبيع ونشري في التليفونات العيبات، وماشي انا اللي دفعت القرعه، واش فهمتيني ولا لا؟ انا ما كنتش كنامن بشي حاجه سميتها القرعه ديال امريكا، ما كنتش كنامن بها، ما نكذبش عليك. كنت كنقول اخر واحد تجي فيه القرعه واش. وكيفاش كنت عليك القرعه؟ الوالده والخوادريه، الوالده والخوادريه. عمرني شفتي واحد دفع للوالده القرعه؟ هادي جديده. والله ما نكذب عليك اخويا سفيان، واحد قرب الى الوالده والخوادريه. انت غير ماني ما كنتش مسوق، كنت الصراحه مسوق لواحد الحاجه هي البوليس، كنت باغي نولي بوليس يا اخويا سفيان الصراحه. عارف كتضحك علي، انا كنضحك على راسي دابا حاليا، كنضحك على راسي، ولكن هذه الصراحه، واش فهمتيني ولا لا؟ عرفتي دابا تخيل معايا كون وليتي بوليس وجيتي في الميريكا دابا. راه مشكلة اخويا. تا صاحبي كون دابا دير دابا مثلا ديك الطانوبيلة سبور ولا مثلا الصالير ديال البوليسي كتصاوروا في يومين دابا اخويا، ما كذبش. شوف سبحان الله صاحبي، شو ربي يا صاحبي فين كتب لك. شوف دابا باش تعرف واحد الحاجة، ضروري اخويا سفيان، هما اللي عندنا، واش فهمتيني ولا لا؟ ضروري. هما كل شيء اخويا امين. واحد الحاجة اخويا سفيان ما نكذبش عليك، اللي وليت كنامن بها، هو لا مقسم لك الله شي حاجه راه غتوصلك واخا طير وتنزل. وما عرفتش كتلاحظ واحد شي ناس كيبغيو يمشيو يحرقوا، كيبغيو ما عرفتش شنو يديروا، بغاو يقتلوا راسهم على قبل شي حاجه وهي ما مكتباش لهم، واش فهمتيني ولا لا؟ تماما. يعني بنادم يتوكل على الله وربي راه مقسم لك رزقك، راه غيوصلك. يعني انا كنت اخويا سفيان ما كذبش عليك، كنت باغي ندخل البوليس، وثاني حاجه كنت باغي نمشي للطاليان. مشات لي الصراحه 6 مليون اخويا سفيان. عرفت كتضحك عليه؟ عاود لي التجربه هذه، عرفتي واحد خونا في الكومنتير كتبها لك قبل
قبل ما تقولها قالك هذاك الحلم يمشي للطاليان فين هو؟ راه علاش علاش راه داير فيديو عليه انا في اليوتيوب راه فهمتيني ولا لا؟ غادي يديك عليه في اليوتيوب. اغلبيه الشباب قبل ما تجيهم القرعه تيحلموا يمشيوا للطاليان ولا فرنسا. الصراحه ما كنتش شوف خويا سفيان علاش نقول لك علاش كتحلم بالطاليان والاسباني ولا حيت قراب لك يعني كتقول ميريكان راه ما يمكنش نهائيا واش فهمتيني ولا لا؟ ولكن انت خوك راه كان مشى بالقرعه علاش ما كتفكرش؟ يعني كتقول قرعه راه 1% ديال الزهر واش فهمتيني ولا لا؟ كنقول انا اصلا كنت منحوس من كذب جعلك كنقول اخر واحد جيب القرعه هو هذا الشخص. وشنو نصبوا عليك في 6 المليون ولا كيفاش؟ تنصب علي اخويا في 6 المليون يعني واحد الطريقه ولكن كانت تمشي لي كانت تمشي لي 10 المليون واش فهمتيني ولا لا؟ ولكن استقالت مشات غير 6 ومسكينه الوالده هي اللي خلصتها علينا الله يسمح لينا من هذا اللايف هذا. زعما 6 المليون راه حتى شي حاجه صافي. واش غدير اخويا سفيان؟ ما عندك ما دير يعني غلط ارتكبتيه تحملتي المسؤوليه ديالو واش فهمتيني ولا لا؟ برافو عليك. دابا قول لي دابا عرفتي